وضمن سلسلة التقارير التي نخصصها لأبرز أحداث هذا العام الذي يمضي بخطى حثيثة نحو نهايته، في أفريقيا العام 2023 شهد انقلابا عسكريا في النيجر أطاح بالرئيس محمد بازوم، وآخر في الغابون أنا حكم الرئيس علي بونغو أومدينبا، فضلا عن محاولات انقلابية في بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون. كما شهدت القارة انتخابات عامة ورئاسية في عدة دول من بينها نيجيريا وليبيريا والكونغو الديمقراطية ومصر. أفريقيا عام 2023 بين صناديق الاقتراع والانقلابات. نستمع لمحمد لمين المبروك الأكاديمي والباحث في الشؤون الأفريقية من واكشوت. كان من اللعبة أن أفريقيا شهدت خلال سنة 2023 انقلابات عسكرية ومحاولات انقلابية وانتخابات أيضا ديمقراطية، بعضها مكن من حصول تناوب على السلطة وبعضها أعاد انتخاب رؤساء لولايات ثانية أو ثالثة تسمح بها دساتير بلدانهم. ومن بين هذه الدول نيجيريا التي شهدت تناوبا بين الرئيس السابق محمد بوكاري والرئيس الحالي بولا أحمد تينوبو، وكذلك ليبيريا التي هي الأخرى عرفت تبادلا سلميا بين الرئيس جورج ويا وجوزيف بواكاي، وكان الرئيس جورج ويا قد حكم البلاد فقط لولاية رئاسية وخسر الانتخابات الأخرى من شوطه الثاني واعترف بنتائج الانتخابات وهزيمته. وكذلك مدقشقر هي الأخرى أعيد فيها انتخاب أندري راجولينا لولاية ثانية، ومصر هي الأخرى أعيد فيها انتخاب عبد الفتاح السيسي لولاية ثالثة، وعرفت جمهورية الكونغو الديمقراطية هي الأخرى انتخابات رئاسية تنافس فيها الرئيس فيليكس تشيسكيدي و18 آخرين على كرسي الرئاسة. كما شهدت إفريقيا خلال 2023 انقلابات عسكرية، خصوصا الانقلابان في كل من النيجر والغابون، كما عرفت كذلك القارة الإفريقية خلال 2023 محاولات انقلابية في كل من بوركينا فاسو وغينيا بيساو وكذلك سيراليون.